السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كوز بيس ده موقع تعليم جميل جدا، ممكن المدرسين يدوا تاسكات للطلبة، ممكن يشرح لهم حاجات علمية كويسة جدا بأشكال جدا بسيطة، فيها مكتبة حلوة قوي، فتقدر تضيف أشخاص وتقدر تضيف لهم حركة. يعني خليني مثلا أمسك الشخص ده أضيفه هنا، هتلاقي إن أنت تقدر تعمل له روتيت، تقدر إن أنت تعمل له أب داون زي ما أنت عايز، تقدر تعمل له حركة تكبر زي ما أنت عايز. طيب لو انت عايز تخليه مثلا يعمل حركة معينة، فممكن تقول له انيميشن وتقول له اكشن وتدي له مثلا ان هو كأنه بيجري او كأنه قاعد او اي حاجة انت عايزها، ماشي. ممكن بقى تعمل سيلكت عليه وتقول له انا عايز اعمل كود، فساعتها تبدأ تبرمجه زي ما هنشوف مع بعض في فكرة البرمجة. هنا ممكن تقول له شو نيم، فالاسم بتاعه بيظهر هنا، او تقول له انا عايز كوبلوك. كوبلوك طريقة سهلة جدا للبرمجة. طيب هقول له كود، هيبدأ يظهر عندي الحاجات اللي انا ممكن ابرمج فيها، دي حاجات احنا عملناها قبل كده، فخليني الغيها. الغيها ازاي؟ هسحب والغي كده. طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبرمجه بيها، زي الترانسفورم، ماشي، ان انا عايز اخليه يتحرك لقدام. بس طبعا لو انا هخليه يتحرك لازم اجي هنا واقول له ان انت ووك او ران زي ما انا عايز، ماشي. فانا هقول له انا عايز ابرمج الشاب دوت، تمام، وهقول له ان ده مثلا عايزه لمدة 4 ثواني عشان اخد بالي من الحركة، ودي تبقى 4. طيب بص بقى، لما تيجي تقول له ران، هي دي مش هتطلع مظبوطة بالظبط، لان لازم اقول له يمشي، بس عشان اوريك مثال. طيب هو مظهرش ليه؟ عشان الكاميرا. طيب خليني اقول له باك، بص الكاميرا فين، الكاميرا اهي. فانت ممكن بقى تعمل تخليها تحرك كده كأن هي تيجي عند الشاب الجميل دوت، وتيجي هنا وتقول له انا عايز انيميشن، وعايز الانيميشن تبقى ووك او بالشكل دوت، وتعال نقول له ران. بص كأنه بتمشى. طبعا ممكن تظبط السرعة بحيث ان انت تكبرها او تصغرها زي ما انت عايز، من خلال تحديد عدد الثواني واللي هتحرك كم متر. طيب تعالى نيجي هنا تاني، ممكن نقول له احنا عايزينه يبدا ان هو يلف مثلا، تمام. طبعا الترتيب ده الاول وبعد كده دوت. طيب لو عايز حاجه جديده يبقوا الاتنين بيتموا في نفس الوقت، تقول له زائد، بحيث ان الجديده هتمشي مع بعض في نفس الوقت اول ما يبدا. طيب هنا هخليه يلف مع عقارب الساعه، كله كويس اهو. وبعد كده يبدأ يلف، وممكن نديله المسار اللي يمشي فيه، في المسار ده ممكن احنا نخليه يتحرك فيه. ده دي اللي خلينا نقول له الجاكيت بوي، دي كانت مبرمجة على الفتاة. بص بدأ يلف وبعد كده بدأ ان هو يمشي. وممكن تحدد 180 دي تخليها 360، يبدأ ان هو يلف حول نفسه وبعد كده يرجع لنفس المكان اللي كان فيه. زي ما انت شايف البرمجة سهلة جدا وبسيطة، تمام. ممكن حتى نتحكم بقى في الشكل، نقول له يقول هاي، تمام. هنبدأ ان هو يقول هاي، بس هنخليها طبعا الجاكيت بوي. طيب احنا عايزين نعمل اسئلة، بص هقول له اهي وجاكيت هاي، هقول له هنا يس. دي بقى تبقى عبارة عن ايه؟ سؤال ما اسم مثلا الاقرب نجم، تمام. فبعد كده الاجابه الاولى مثلا هتبقى الشمس، والاجابه الثانيه المريخ، وبعد كده هنا هقول له مثلا يقول اجابه صحيحه. طيب بعد كده لو هو ممكن اجي هنا واقول له دوبليكيت واخدها واقول له ايه دي هنا في الاجابه الخاطئه، اجابه خاطئه، تمام. طيب خلينا بقى نقول له ران بلاي. ما اسم اقرب نجم، المريخ ولا الشمس؟ الشمس، تمام. هيبدا بقى يقول لك اجابه صحيحه. فدي فكره ان انت قدرت تبرمج، ممكن بقى تخلي أسئلة وتخلي مثلا في تفاعل بين الطلبة والشخصيات اللي انت عاملها. يبقى كده ده درس تعليمي
التفاعلي سهل جدا ان انت تعمله على كوزبيس، تمام. وتقدر ان انت بقى تبرمج زي ما انت عايز، عندك حاجات في الاكشن هنا ممكن تخليه مثلا يبقى فيه شفافية، ممكن نعمل مثلا معلومة معينة قبل ما نبدأ، مثلا اقرب نجم هو الشمس مثلا، وتقدر تضيف صورة معينة. لو انت رافع صورة تقدر ان انت تضيف الصورة اللي انت عايزها، ممكن تيجي هنا ابلود وترفع صورة معينة او تعمل سيرش على الويب بحيث ان هو يظهر معانا. طيب انا هحط صورة دلوقتي، اي صورة مش لازم صورة الشمس، بس مجرد بنشرح التقنية بس. كده الصورة بدأت تتحمل. طيب خلينا نبدأ نعمل بلاي. اي بدأ اقرب نجم هو، وبعد كده بقى ايه الشمس دي كده معلومة ظهرت معايا. بعد كده يبدأ يعمل لي امتحان مفاجئ، وبعد كده يقول لي إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة. إن شاء الله نكمل شرح لباقي الأدوات في الدروس القادمة إن شاء الله.